السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو النهاردة عن مشكلة جديدة. قبل ما اتكلم في المشكلة احب اشكر جدا الباشمهندس عمر منيع وجروب يلا موبايل وجروب بنك الاعطال على الفيسبوك، لان هم اكتر ناس وقفت جنبي وساعدتني ان القناة تنتشر، ومبسوط جدا برد الفعل من جميع أعضاء الجروبات ومن جميع المشتركين في القناة، وأتمنى إن الفيديوهات الجاية تكون أحسن من كده وتقدم معلومة أفضل. النهاردة أنا جالي جهاز، طبعا أنا بالنسبة لي حاليا الوقت مش مناسب جدا لعمل فيديو، بس جالي جهاز في عيب حبيت إن أنا أتكلم عليه لأنه طلب مني أكتر من مرة. جالي جهاز آيفون 7 في شورت كامل، فحبيت إني أتكلم عن شوية خطوات كده أنا بستخدمها في اكتشاف الشورت، وهنشوف مع بعض إزاي هنحل مشكلة التليفون ده. تمام، طبعا الجهاز أول لما وصله على الباور سبلاي بيسحب تيار عالي جدا، وفي سخونة في الجزء السفلي عند أي سي الشحن وأي سي التراي ستار. لو نبص تحت الميكروسكوب، الفيديو بتاع النهاردة شباب هيكون طويل شوية على ما أعتقد، يعني يمكن يكون مش طويل ويمكن يكون طويل، أنا لسه ما أعرفش، لأن أنا الصراحة لسه مش عارف العيب فين في الجهاز. أوكي، طيب بصوا شباب، أنا بستخدم لما يكون في حرارة، لما يكون في شورت كبير وفي حرارة، بستخدم مادة اسمها فريز سبراي أو داستر. المادة دي وظيفتها إنها، شوفوا لما بحطها على البورد بتخلي البورد كأنه تلج، وأول لما بشغل أو بحط فولت في التليفون، وأول لما بشغل وبحط فولت في التليفون الجزء اللي بيسخن بيبان عندي على طول. تمام، المادة أهي شباب اسمها داستر، هي في منها نوعين، حاجة اسمها فريز سبراي وحاجة اسمها داستر. الداستر الفري اسف الفريز سبراي بتستخدمه كده على طول وهو بيتلج على طول لوحده. الداستر لازم تقلب العلبة وتبخ، وبعدين تقلب العلبة وتبخ تاني. تمام، المادة دي ما بتتشحنش، عشان كده انا مش هحط لها لينكات. المادة دي ما بتتشحنش لانها قابلة للاشتعال، ومفيش اي شركة شحن بتقبل انها تشحنها، عشان كده انا حاولت اشتريها من على الانترنت قبل كده، وللاسف انتهى الموضوع باني دفعت الفلوس وخسرت الفلوس وما وصلتنيش، لان شركه الشحن رفضت انها تقبلها لانها مواد قابله للاشتعال وتندرج تحت المواد الخطيره. اوكي، فاذا ما لقيتهاش في بلدك فللاسف الموضوع ده مش ه... يعني الطريقه دي مش هتنفع معاك، وحاول تلاقي بديل. انت وصلتك الفكره، حاول تلاقي بديل. تمام، طيب هنشوف كده تاني، هنرجع للبوردر، هنحط الفريز سبراي. المادة دي مفيش أي خطورة منها على البورد. هوصل الباور سبلاي على 1 فولت، شايفين يا شباب؟ معلش أنا ملحقتش أوريكوا تاني. هوصل 1 فولت، وآدي السخونة على طول بانت. السخونة يا شباب بتبان في القطعة دي، تمام، في القطعة دي مش في عيسي الشحن، هي بتبان أول حاجة في القطعة دي. الموضوع ده أنا شفته كتير في، يعني شفت ناس كتير بتسأل عنه في آيفون 6 وآيفون 6S، والناس بتقول إن إحنا بنشيل القطعة الشورت بيروح، نرجع القطعة الشورت يرجع تاني. طيب لازم نعرف القطعة دي أصلا هي إيه. القطعة دي هي موسفت أو
ترانزستور، وظيفته إنه يشبك فولت البطارية مع فولت ال VCC مين. أوكي، يعني لو أنت عندك شورت في خط فولت البطارية أو شورت في خط ال VCC مين، الاتنين متوصلين ببعض بالترانزستور ده. أوكي، الترانزستور ده مش ممكن ان هو يكون المتسبب في الشورت لسبب ان هو مش متصل باي ار دي. احنا نعرف ان الشورت علشان يحصل لازم يكون في قطعه متصله بالار دي، لكن الترانزستور ده مش متصل باي ار دي، ما فيهوش اي ار دي، هو مجرد ان هو واصل ما بين ال في سي سي مين وال باتري فولتج اللي هو في باب. اوكي، طيب انا دلوقتي عندي القطعة دي ماسكة ما بين خط البطارية وخط ال VCC main، يعني لو عندي شورت في خط البطارية هيوصل الشورت هيسمع في ال VCC main، ولو عندي شورت في ال VCC main هيسمع في خط البطارية. فانا ايه الحل اللي انا اعمله دلوقتي؟ ان انا اشيل القطعة دي علشان اعرف الشورت موجود في خط ال VCC main ولا في خط البطارية. فانا اول حاجة هعملها دلوقتي ان انا هشيل القطعة هشيل الترانزستور تمام. طيب بصوا يا شباب، الثلاث نقط دول هما خط البطارية، والخمس نقط دول هما خط ال VCC main، والنقطة دي هي مجرد جيت علشان الترانزستور يعني يشتغل. فانا هشيك دلوقتي، هحط المالتيميتر على وضع الدايود مود، شيك هنا اعطاني ممنعه، ده خط ال في بات، يعني خط ال في بات ما فيهوش اي مشكله. هاجي على خط ال في سي سي مين اعطاني بازر، يعني الشورت موجود في خط ال في سي سي مين. طيب انا دلوقتي لو وصلت الكهرباء للتليفون مش هيديني اي شورت. ليه؟ لان انا كده فصلت خط البطارية عن خط ال VCC main، فالفولت مش واصل لخط ال VCC main. فدلوقتي انا علشان اكتشف الشورت اللي موجود في خط ال VCC main، فانا هشتغل بطريقتين. مبدئيا انا همشي على البورد كلها وهفحص كل المكثفات بالنظر تحت الميكروسكوب، هفحص كويس جدا اني لو لقيت اي مكثف مشتبه فيه، شكله مش تمام، فيه حرق، فيه بتاع، هفحص كويس جدا بالنظر. واذا الموضوع ما بانش معايا بالنظر هلجأ لطريقة ثانية، وهي يعني عن طريق ان انا احقن فولت دايركت في الـ VCC main ونشوف المشكلة هتكون منين. فخلينا نبص كده، نحاول نبص مع بعض على المكثفات. طبعا ممكن يكون الشورت في احد الايسيهات الواصلة بالفي سي سي مين. فلحظة واحدة كده شباب، خلوني ابص. بص بدور على اي علامة غريبة، يعني شرخ في مكثف، كسر، تغير في اللون، كرة قصدير جنب المكثف،
أو جنب أي قطعة ممكن تكون لها علاقة بالأرض دي. دي كلها مكثفات الـ VCC main. بالنظر كده مش شايف أي حاجة لفتت انتباهي، مش شايف أي كرة قصدية. لا يا مؤهل الحياة. شايفين ليه يا شباب لما حد بيقول لي انا عندي جهاز فيه العيب الفلاني اقول له لازم افحصه بنفسي؟ هو ده الفحص اللي انا اقصده يا شباب. انا لحد هنا مش شايف حاجة. حتى المكثفات اللي تحت الاندر فيل لما بيكون في شورت فيها بلاقي كرة قصدير طالعة، بلاقي في انتفاخ في مكان معين. انا كنت مستني من فترة طويلة ان انا اعمل الفيديو ده لاني ياما شفت ناس بتشتكي من انها يعني بتقول ان الشورت في القطع في الترانزستور ده، وبس تشيله يروح الشورت ترجع تركبه تاني يرجع الشورت. هو مش هو المتسبب في الشورت اصلا. طيب هو الصراحة أنا مش شايف أي حاجة في الجزء ده. طبعا في لسه الجزء اللي ورا اللي عند السي بي يو وعند الرام وعند البيس باند، لسه أنا مشلتش من عليهم الشيلدز. بس أنا هوريكم الطريقة التانية الأول علشان أوفر على نفسي وقت إن أنا أشيل الشيلد والكلام ده. ممكن أشيل وما يطلعش الشورت التحتية أصلا. هشرح لكم بقى يا شباب الطريقة التانية. خلوني بس أدور على سلك. تمام. بصوا يا شباب، انا دلوقتي فصلت فولت البطارية عن فولت ال VCC main، فبالتالي لو انا وصلت ال power supply على البورد فالفولت اللي داخل من الباور سبلاي مش هيديني شورت لانه مش هيبقى واصل لخط ال VCC main. فانا كل اللي انا هعمله دلوقتي اني هحقن فولت دايركت للدايرة أو للخط بتاع الـ VCC main بإني هدور على مكثف من مكثفات الـ VCC main وهلحم فيه سلك. أوكي. وهحط موجب الـ Power Supply في السلك ده، وهحط الـ RD في أي RD في البوردة. يبقى أنا كده حقنت فولت دايركت لدايرة الـ VCC main، مش أي دايرة تانية. يعني الفولت اللي أنا هحقنه ده مش هيكون واصل دلوقتي لفولت ال VBAT. فهمتوني يا شباب؟ نرجع للميكروسكوب. المكثف ده مثلا اهو
ده مكثف بي سي سي مين. هلحم عليه السلك بتاعي لان ده مكثف كبير ويستحمل. الطريقة دي يا شباب هي طريقة اكتشاف الشورت اللي انا بستخدمها، بس هي يعني لازم يعني تنفع لأي شورت في أي دايرة في التليفون، لكن لازم تاخدوا حذركم جدا انك لما تحقن الفولت تبقى انت عارف الدايرة اللي انت بتحقن فيها دي تستحمل كام فولت. يعني مثلا لو انا عايز احقن فولت لدايرة مثلا بي بي 1V8، دي مثلا دايرة فولتها 1.8، مش هينفع ان انا احط لها 3 فولت، انا يعني كده هدمر كل المكثفات وكل حاجة في الدايرة. تمام، الغلاسة بقى، الغلاسة اللي قصدي ماسك في المكثفين مع بعض. انتوا الصراحة ايه الغلاسة اللي انتوا فيها؟ استغفر الله، ناقصة مزولات، هي ناقصة مزولات يعني الجهاز مزولة لوحده، ناقصة المكثفات البي سي سي مين تمسك في بعضها كمان. للأسف أنا ضيعت المكثف اللي أنا شلته ده، بس نشغل الجهاز وبعد كده ندور على واحد تاني زيه. تمام، خلي بالنا عشان ما نعملش شورت تاني بنفسنا. أوكي يا شباب، يبقى أنا كده لحمت سلك في مكثف في سي سي مين في الطرف الموجب طبعا من المكثف، مش هلحم في الطرف الأرضي، أنا بلحم في الطرف الموجب من المكثف. فعرفت إن ده الطرف الموجب عن طريق دونجل ال ZXW ولا ZWX، لا ZXW، على طول بتلخبط فيه. تمام، هوصل الموجب بموجب المكثف والأرضي بتاع الباور سبلاي بأي أرضي في البوردة، هلاقي إن في تحميل. طيب أنا حسنا بس البوردة تبرد شوية علشان أعرف التحميلة في أي جزء، وبعد كده أرش السبراي وأبتدي أكشف إيه هو اللي بيسكن. الفيديو ده للناس اللي كانت بتسألني عن شورت البي سي سي مين وازاي نقدر نكتشفه، اظن الفيديو ده فيه معلومات قيمة جدا للناس اللي سألت في الموضوع ده. شباب بالله عليكم، التولز انا حطيتها كلها اسفل الفيديو، اسفل الفيديو في العنوان بتاع الفيديو هتلاقي
كلمة show more دوس عليها هينزل لك وصف الفيديو بالكامل وهتلاقوا كل التولز موجودة. لحد النهاردة بقى الناس كلها بتسألني من منين فين اللينكات يا جماعة. انا مش يعني ما عنديش وقت ان انا ارد على كل واحد في حاجة انا مجاوبها اوريدي قبل كده. وبعدين ما تزعلوش مني، انا بحس ان الشخص ده متكاسل جدا انه بيسألني على حاجة انا قايل اوريدي مكانها فين وحاططها ازاي، يعني مش منطقيا. وكمان يبقى اللينك قدامك، يعني واحد مثلا انا حاطط له لينك حاجة معينة يقولي بكام، لا بصراحة مش هرد عليك، مش هرد عليك. يعني ايه بكام؟ ما تضغط على اللينك هتعرف السعر. يعني مش فاهم الصراحة، النقطة دي مضايقاني جدا بجد. طيب دلوقتي البوردة بردت، نرجع وأوصل كده. أنا موصل أوريدي موجب وحاطط بس 1 فولت، لا 1.5 فولت، لأن سحب الأمبير عالي أوي. هشوف هوصل كده أرضي ساحب معايا أهو. تمام، إيه اللي بيسخن؟ إيه اللي بيسخن في أي منطقة؟ اللي بيسخن هنا في سخونة عالية جدا عند الاي سي ده. طيب هرش السبراي. تمام كده، وهوصل بالارضي وهشيل بسرعة. لا مفيش حاجة الجزء ده، البوردة بتبتدي تبرد، بتبتدي تسخن تاني. الثلج ده بيروح. تمام، جرب تاني. لا هو مش في الجزء ده، مش في الجزء ده. طيب نروح للجزء ده كده، اي سي الباور وبعيد المكثفات، ونقول بسم الله. برضو الموضوع طبيعي. نتأكد تاني، هزود الفولت لاتنين فولت، ونتأكد تاني قبل ما نشيل الشلدات. بكرر يا شباب، المادة دي ملهاش أي أثر، يعني بس طبعا لازم تتنضف، يعني بعد ما نخلص شغل لازم تتنضف. يا سلام يا سلام، ده ايه الحظ ده؟ أنا الجزء اللي بيسخن هو المكثف اللي انا وصلت عليه. معقول؟ معقول يعني الصدفة يعني لا انا مش مصدق الصراحة. انا ممكن اقول ان احتمال ان المكثف ده بيسخن لان السلك نفسه بيسخن، بس علشان احصر الموضوع فانا هشيل المكثف ده، هشيل المكثف اللي انا واقف عليه. او ممكن ان انا الحم في مكثف تاني على طول، الاسهل يعني. تمام، طيب
نقيس كده مكان المكثف، هل في شورت ولا مفيش؟ الطرف ده ار دي والطرف ده ار دي. زي ما انا قلت مش معقول يعني، الصدفة يعني الحظ مش بيلعب معايا قوي كده يعني. طيب هلحن بقى مكان المكثف نفسه علشان يبقى الموضوع يبان معايا اكتر، عشان مش كل ما الحن في مكثف المكثف نفسه يسخن او السلك نفسه يسخن ويديني دليل خاطئ يعني. خليني بس أقص السلك علشان ما يبقاش فيه زيادات، مش عايزين نعمل احنا بنفسنا شورت. لازم يا شباب لما تعملوا الموضوع ده تأكدوا إن السلك لاحم كويس، علشان مش من أي هزة السلك يروح جاي شايل البادة وطالع بيها، انت ممكن تخسر بادة بسبب الموضوع ده. المكان ضيق جدا وانا عايز اتأكد ان انا مش عامل اي شورت في اي مكان تاني. طيب كده انا لاحم السلك هوصل اهو بالعادي. ايوه لاحم معايا تمام. هنا حاسسها هنا انا حاسس، هنا هنا انا حاسس، هنا في الحتة دي تمام. هنجرب كده تاني ونقول بسم الله. ايوه اهو اهو هو ده هو هو الكلب ده، هاتولي الكلب ده. طب انت ايه اللي خلاك متأكد كده يا ايمن ان هو ده اللي مسؤول عن الشورت؟ اقول لكم بصوا لونه وبصوا للون اللي حواليه، وغير كده لحظة واحدة. على رأي الليمبي هاتولي الكلب ده. بص لونه، هو مش في الميكروسكوب مش باين قوي لأن الإضاءة عندي للأسف في المحل مش قوية جدا. بص لونه مختلف، ما بيلمعش زي الباقيين. ولو بصينا تحت هنا في كورة قصدير أهي. أهي تعالي، هربت مني للأسف، بس أنا شفت كورة قصدير طالعة من جنب المكثف. طيب هشيل المكثف ده، شايفين شايفين يا شباب؟ شايفين ال آثار الحرق عليه؟ شايفين الكور الصغيرة دي؟ هو ده المتسبب في الشورت تمام؟ طيب أنا في المنطقة دي مش هحط أي حرارة. ليه؟ لأن الـ IC باور
محمي والأيسيات دي كلها محمية، فأنا إيه هشيل المكثف. شفته طلع بسهولة ازاي؟ طلع بسهولة جدا جدا جدا، لأنه اوريدي تالف، أنا شلته بالكتر وهو طلع بسهولة جدا جدا، ما فيش أي مشكلة. طيب نرجع كده ونشوف بقى في مكان ال VCC main. هو أنا لو شيكت في مكان المكثف نفسه برضه، ما هو VCC main، هشيك الطرف ده المفروض هيديني أرضي، الطرف التاني هيديني ممنعة. فعلا أعطاني ممنعة والشورت راح. طيب شغل التليفون، شيل السلك كده كده. هل تعتقدوا يا شباب إن أنا لو شغلت التليفون على طول دلوقتي التليفون هيشتغل؟ ها ايه الإجابة؟ ايه أكيد طبعا مش هيشتغل، لازم أرجع الترانزستور بتاع الربط بين فولت البطارية وفولت ال VCC مين. ادي فولت، ادي موضوع الشورت بتاع خط ال VCC مين. موضوع سهل جدا، انا كنت بستغرب ان الناس كلها عمالة تقول لي عايزين موضوع شورت عن ال VCC مين، شورت عن ال VCC مين. يا جماعة الموضوع سهل، بمجرد ما انت معاك الادوات المناسبة وعندك معرفة وخلفية بالقطع اللي جوه التليفون، مش بتشتغل عشوائي كده. هرجع الترانزستور، طبعا هو ترانزستور بست رجول مش محتاج شبلانة يعني، أنا بس هتأكد إن الرجول كلها بتاعته متساوية. أنا لو رجعته بالمنظر ده ممكن يبقى ماسك من حتة تانية. لأ أتمنى إن كل الناس اللي كانت عايزة موضوع شورت عن الـ VCC main إن يكون الفيديو ده عجبها. أنا واثق إن هو هيكون عجبها. لأن أنا صراحة يعني شفت فيديوهات كتير على المحتوى الأجنبي بتكلم في الموضوع ده، لكن على المحتوى العربي ما بقولش ان مفيش، لكن بقول انا ما شفت. انا بس شفت فيديو واحد لقناة بتاعت مهندس اسمه محمد سيف، اسمها ريبير اكس، مش فاكر الصراحة. انا متأسف جدا، هو الفيديو الوحيد اللي انا شفته بيتكلم عن الفريز سبراي، لكن موضوع الترانزستور ده انا ما شفتش حد او ما شفتش قناة عربية اتكلمت فيه الصراحة. انا كل التنظيف ده اللي انا بنضفه علشان اشوف دليل القطعة فين، انا مش شايف الدليل بتاعها فين.
طبعا المكثفين دول يا شباب انا هرجعهم بعد ما اخلص الفيديو. متأسف بس دخل عليا زباين. انا طبعا المكثفات دي هرجع اركبها بس عشان ما اخليش وقت الفيديو طويل. انا هشيك بس على التليفون ونشوف اذا اشتغل ولا لأ. خليني اشوف البطارية فيها فولت ولا لأ. البطارية ما فيهاش اي فولت. اوكي نركب الشاشة. ونوصل الباور سبلاي ونشوف هيشتغل ولا مش هيشتغل. لكن قبل ما نشوف هيشتغل ولا مش هيشتغل، اذا عجبكم الفيديو، لو التليفون اشتغل وعجبكم الفيديو، لايك للفيديو، كومنت، سبسكرايب، شير. اوكي اوصل الفولت على 3.7 أو 4 فولت. أوكي تمام، مفيش أي شورت. بسم الله. ووهو أنا مش عارف أجيب التليفون أكتر من كده عشان الـ power supply. انا كده مشقلب التليفون تمام. ايفون 7 10 شورت في سي سي مين لاين تمام. شوف هيفتح ان شاء الله، هيفتح تمام، مفيش اي مشكله تاني. متاسف اضطريت اوقف الفيديو تاني علشان البطاريه كانت مش مشحونة، وكنت شغال على الباور سبلاي، وللأسف إن كابلات الباور سبلاي بتهيس، يعني مش مضمونة. الجهاز طول قوي في الفتح، فشحنت البطارية وهنشوف الجهاز هيفتح ولا لأ. أنا ما جربتوش لسه، دي أول مرة أجربه معاكم. افتح يا عم الكمبيوتر. يا اسطى شباب، التليفون اشتغل. انا لاحظت حاجة غريبة جدا دلوقتي في التليفون ده، وناس كتير تسألني عن الموضوع ده. يمكن دي تكون معلومة جديدة تنفع انها تبقى خيط نمشي وراه. التليفون زي ما انتوا شفتوا كان طول قوي في الفتح. انا كنت مركب الشاشة والتاتش، وما كنتش مركب الكابل بتاع الكاميرا الأمامية والسماعة. التليفون طول جدا في الفتح وما دخلش على ال ما بوتش صح، ما دخلش، فضل ابل لوجو وفضل واقف عليها. فحاجة ألهمتني كده إن أنا أحط كيبل السماعة والكاميرا الأمامية، لقيت التليفون فتح طبيعي وبسرعة جدا. ففي ناس كتير بتبعتني تسألني على المشكلة دي، جربوا الموضوع ده، ممكن يكون العيب
في فلات الكاميرا الأمامية والسماعة. تمام، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش شير لايك سبسكرايب كومنت. مع السلامة.